مدام واردة لبنان وفي مرحلة الصلة، أيوة. يعني بداية النضج، نقول بدأت تتبلور شخصية واردة في لبنان؟ ما في شك، ووصلت لبداية الطريق الصح. يعني لبنان غير باريس، باريس واحدة بتغني جنب المدرسة، يعني مش هي دي أهم، يعني صحيح كان حبي للفن كبير وما تغيرش لحد دلوقتي اللحظة دي، لكن في لبنان كان بداية الصح، مش النجومية لا، إنما البروفيشنال، يعني التخصص، التخصص يعني. أيوة يعني أيوة مهنة الغنى بدأت تحس إن قريبة منها، يعني التعبير الصح إني حطيت رجلي على أول سلمة الصح، طريق الفن، طريق الفن، طريق الفن. أول سلمة دي تتمثلت في إنك تتعلمي اللغة العربية؟ أيوة. إزاي؟ مع بنات خالاتي، في واحدة بالذات اسمها ناظر لن أنساها وبحبها ولحد دلوقتي موجودة، ربنا يديلها طول العمر، هي اللي استلمتني وكانت صبورة معايا جدا جدا، لأنها كانت بتفهم فرنساوي، فكانت بتقدر تفهمني لما بيبقى في نقطة ضعف، حاجة ما بفهمهاش تترجمها لي، توضحها لي. وبعدين لجأت القرآن كمان، لأنه القرآن ده فيه كل شيء، يعني مش بعمل دعاية للقرآن لأنه مش محتاج إني أعمل دعاية، إنما برضه دي جديدة في حياتي، تكملة تكملة لتكوين شخصيتي، يعني بعدين الرعاية العائلية، الحنان، ده برضك بيدي استقرار، سعادة بينبع علي، ده بيبان فيه.